نروح لحاجة لطيفة. اه انا عجباني قوي الحتة دهيت بصراحة، وانبسطت حتى لما قريتها بتاع الجزء يعني، بعد ما قريت بالعربي رحت قريت الانجليزي. في جورنال انجليزي كده اسمه ايه، ذا سان، سان للشمس يعني. قال ايه بقى؟ قال لك اللمحات الفنية والجوانب التهديفية مش بس هي اللي لفتت انظار انظار الانجليز والاوروبيين لمحمد صلاح، وانما كمان حب الناس. الناس بقت بتحبه. حضراتكم ما عرفش لو بتشوفوا الاغاني اللي يتمنى يكون بيشوفوها الاغاني مو صلاح، محمد صلاح وبيقول لك ده اللي مش عارف ايه، لو جبت جوان تاني هنبقى مسلمين. طبعا ما حدش هيبقى مسلم عشان جول، بس هي الرساله فين؟ شوف احنا اولاد، انا مش عايز اشتمهم يعني، سوقوا صورتنا يعني، بالذات مثلا لما قابل حد عنده 10 سنين 15 سنه 20 سنه عايش في انجلترا ولا فرنسا ولا المانيا، هو ما بيسمعش عن الاسلام الا ناس بتقتل بعض. شفت الصوره البنوته اللي هي عندها 10 سنين او اقل ورسمه صوره ومامتها حاطه الصوره دي انجليزي، مامتها حاطه الصوره على على تويتر. البنوته دي معتز رسمه الهرم ولا يعني عارفه مصر؟ بس هي معرفتها وحبها لكابتن صلاح خلتها تفهم ان في ايجيبت وفي هرم وفي، وكاتبه بقى انها بتحبه ورسمه قلب. فدي لوحدها اهي، ده دي دعايه ببلاش يعني، احنا ما بذلناش فيها مجهود. وحب الناس بقى، انت مش بتتكلم بس على حبنا احنا، احنا ده مفهوم ومنطقي طبعا ان كل المصريين بيعشقوا كابتن صلاح، لكن الخارج بادبه وبطريقته وابتسامته، فسبحان الله اللي ربنا بيحبه يعني صحيح. حب فيه خلق. والله هقول لك، انا شفت في برضه في التقرير بتاع ذا سان ده جايب لك اللي هو رؤساء المراكز الاسلاميه في انجلترا، يقول لك احنا يعني اللي عمله محمد صلاح شيء عظيم جدا احنا ما كناش نتخيله، ان الناس بقى بتتعاطف معانا، وهو بقى يعني في ناس تقول لك ايه، يقول لك احنا بقينا بندعوه وبندعو الجمهور بتاعه يجي الجامع يعني، عارف يعني يجي المركز الاسلامي عشان يشوفوا الاسلام يعني. ما هو اصل انا لما اقعد اسمع اي ديانه، السيخ، ما احنا ما نعرفش حاجه، بس السيخ بيقتله والسيخ بيموته طب ايه يا عم الناس اللي بتقتل بعضها دي؟ مش عايزه، لكن لما تشوف حد محترم وابن حلال وكذا يقول لك لا لا، يبقى في سيخ اشرار وفي حلوين وطيبين. دول شويه المجانين، لكن دول شويه العاقلين اللي بيتبعوا الاسلام. فاحنا بس يعني بنوجه التحيه لمحمد صلاح، ده سفيرنا في الخارج. ده السفير اللي بجد يعني. عارفه بقى بيتقال له كمان حاجه، اصل مسؤوليه كبيره قوي عليه، خد بالك من سلوكك. اصل انت ايه دلوقتي، انت اتلزق فيك، انت مصري وعربي ومسلم، فانت شايل حمل تقيل، فسلوكك الشخصي مهم جدا جدا جدا. شايف الجداريات اللي عليك. واحنا سعداء باللي انت بتعمله. استمر وربنا يوفقك يا رب، ونشوف كده زيك في كل بقى مجالاتنا، في العلم والطاقه والفن والفلسفه والادب، ويعني مصر دائما ولاده يعني. يا رب.